السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في اكسيو، جيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. صراحه البنات جابوا اشياء اكثر من رائعه، غيبقاو معايا حتى الاخر. واول حاجه غادي نديها لكم هي هاد الصندوقه، جابوها جديده، الشكل ديالها تقليديه. شوفوا على النقش اللي فيها باللون الفضي اللي هي كتفتح منا تجي بحال هكا. فيها حتى المرايه لداخل، هادشي زوين. وعندها حتى السلسله الا بغيتو تخليوها هكا مفتوحه. الثمن ديالها 3 أورو و79 سنت. وجابوا حتى هاد العلب صغيورين، شوفوا يدي عاد كبير وفيهم المرايه لداخل. كاين اما اللون الاسود راهما كيتفتحوا وفيهم المرايه لداخل، اولا اللون الذهبي. الثمن ديالهم 1 أورو و99 سنت. ودخلوا حتى هاد الحامل نتاع الشميعات اللي في الباكيه، فيهم 3، فيه من الكبير حتى للصغير، زوينين هادو. كاين اما منا اللون الذهبي او لا هذا اللون الاسود، راقيين هادشي. هادشي راقي، الثمن ديالهم 8 أورو و95 سنت. وكاينه هادي قلت لكم اليوم ما كاين غير الجديد في الجديد، هادي اللي هو كاس ولكن عنده 3 نتاع رجيلات، كاس صحيح ورجيلات نتاع الحديده، كتحطوا فيها الشميعات اولا كتخليوه بحال هكا. الثمن ديالو 1 أورو و99 سنت، اللي جابوا فيه فقط اللون الاسود. وكاينين هاد الكؤوس اللي هما في الجهه نتاع الديكور، شوفوا هذا هو الجيش ديالو صحيح، الجوده نتاع الجيش وهذا الديزاين وفيه الالوان. كاين هاد اللون، كاين الاخضر الملكي، كاين هذا، هاد الالوان اللي كاينين. الثمن ديالهم 2 أورو و79 سنت. وجابوا حتى هاد التيش لامبا اللي هي من نتاع البديع، كتجي بحال هاد الديكور اللي خدامه بالكهرباء، الثمن ديالها 9 أورو و95 سنت. وكاينين حتى هاد الديكور في الجهه نتاع الاحتفالات ديالهم، هادو ما كيوحيش على الاحتفالات، كيوحيو فقط على الفصل الخريف اللي فيه 14 بلايص فين كتحطو شميعات، ومنها كيكون بحال هو الأعشاب. كاين إما هاد اللون وكاين اللون فضي، الثمن ديالهم 8 أورو و95 سنت. وجابو حتى هاد البلاطويات، هادو نتاع الخشب اللي هما خفافين وصغيورين. كاين إما هاد اللون تاع الخشب أولا اللون الأبيض، وكاين حتى اللون الأسود، الثمن ديالهم 1 أورو و99 سنت. وكاينين هاد الكؤوس، شوفوا الديزاين ديال كيفاش دارو ليه، اللي فيه الشميعة لداخل. كاين إما هنايا الفضي وكاين حتى اللون الذهبي، الثمن ديالو 4 أورو و49 سنت. وكاينين حتى هاد الكؤوس اللي فيهم الشميعات كيتلقوا الريحة، اللي هما صغيور ماشي كبارين، عندهم الغطاء، الثمن ديالهم 1 أورو و99 سنت. وكاينة هادي، هادي راهي فيها الشميعة لداخل كتطلق الريحة وعندها الغطاء، الثمن ديالها ما حطوش هنايا. ودخلوا حتى هاد الفاز اللي هما في جهه في كاين كيديروا هكا الفاز، هاد القراعي اللي هما صغيورين، كاين فيهم هاد اللون او لا هذا، وكاين حتى هادو هاد الشكل اللي كيجي طويل وفيهم حتى هما الالوان، الثمن ديالهم 79 سنت. وجابوا حتى هاد الكادر نتاع الصور اللي كيهز 3 نتاع الصور، الثمن ديالو 2 أورو و99 سنت. وكاينه حتى هادي، حتى هادي كنحطوها فوق الطاوله نتاع التقديم نتاع الاكل، هادي تقليديه وزوينه وتقدروا تحطوا عليها حتى الديكور، كتجي بحال هاد الشكل، الثمن ديالها 2 أورو و99 سنت. وكاين حتى هاد الغلاف اللي هو نتاع الطاوله، هادي كيجي هكا طويل ومستطيل، كاين الكرونه مع الذهبي، وكاين الاسود ما عارفه يدي بحال هذا، فيه ديك دوك الشجره راه كيبان. هذا رائع، شوفوا ما كيوحيش نهائيا على الاحتفالات، وحتى الديزاين ديالو رائع. كاين هذا، كاين لون البني اللي الثمن ديالهم 3 أورو و29 سنت، اللي فيه 45 على 150 سنتيم. ودخلوا حتى هذه الاغلفه نتاع الطاوله، هذا كيجي كامل فيه 140 على 240 سنتيم. كاين لون الاسود، كاين هذا دخل فيه الفضي، كاين الاحمر، وكاين هكا الذهبي، الثمن ديالو 10 أورو و95 سنت. خلو حتى هادو اللي كنحطوهم فوق الطاوله وكنحطو عليهم التبصيل في التقديم، كيجيو بحال هاد الشكل اللي هما تقليديين، الثمن ديالهم 99 سنت. وكاينين هادو
كيمشيو بربعه في الباكيه، حتى هادو كيجيو مربعين. كاين فيه هاد اللون البني، كاين الاسود، كاين حتى هاد اللون الاخضر زوين. شوف شنو كاين تاني، هادو هما الالوان ولكن الثمن ديالهم ما حطوش هنايا. واما في الجهه نتاع الاواني، لاحظت واحد الحاجه اللي حمقاتني، هما هاد التبيصل مع طاسه نتاع الشاي زوينين. شوفوا ما عرفتش علاش داروا هاد الالوان. كاين الاختلافات في الديزاين، كاين اما من بحال هكا او لا فيه بحال مربع، وكاين هذا حتى هذا رائع لي الثمن ديالهم اورو و 99 سنت. ندخلوا حتى هاد السخان تاع الماء، هاد الباساكوخه تاع هاد الماركه، الثمن ديالو 9 اورو و 99 سنت، اللي كيهز لتر 700. واما في الجهه فين كاين اللوازم تاع الحلويات، هادي مودة ما دخلوش الجديد، واليوم لاحظت واحد الحاجه جديده اللوازم تاع الحلويات. كاين هذا، هاد جيب حلواني، وكيجي معاه البوق اللي فيه 7 بياسه. الاختلافات في الالوان ما عرفت علاش داروا الاختلافات. كاين هنايا في الراس ديالو اما الاسود او الاحمر او اللون الاخضر، الثمن ديالو 99 سنت. ودخلوا هاد الانارات اللي خدامين بالحجيرات، كيجيو هكا هادو اللي هما نتاع الحديد، كاين الذهبي، كاين هذا اللون والنحاسي واللون الابيض. غادي نتستي معاكم شنو ديروا. كانوا بحال هكا اللي فيهم 10 تاع البولات من هادو، الثمن ديالهم 2 اورو 49 سنت. وكاين حتى هاد الدار، راهم في الجهه كاملين هاد الشيء في الجهه نتاع الاحتفالات ديالهم، ولكن هادي دار ما كتوحش نهائيا على الاحتفالات. هادي خدامه بالحجيرات وكدير الاضاءه تاع كما كتسمعوا نتاع البديع، الثمن ديالها اورو 99 سنت. واما في الجهه فين كاين الملابس، لاحظت هادو البنات راهم كيسخنوهم هكا على ما اظن في ميكروفيلات، باش غادي يسخن ليكم اليدين كما مكتوب هنايا. كاين فيه هذا دابا الوقت نتاع البرد، كاين الاشكال، كاين هاد الدونات، كاين هاد الاينهون، كاين مختلفة. وكاينين هاد الاسفنجات، هادو راهم في الجهة اللي عندهم العلاقة مع اللوازم تاع الأطفال الرضع، هادي خاصة إلا بغيتو تغسلو ليهم. وفي هاد الدبدوب منا، كاين هاد اللون، كاين هذا، كاين هاد اللون، هاد الشيء زوين. كاين هادي الثمن ديالهم 74 سنت. وجابوا حتى هادو في الجهه نتاع الاطفال الرضع، هادو زوينين البنات اللي كيمشي هكا في العنق، بعض المرات كتكون البيسه شويه معريه في الجهه نتاع العنق ودابا البرد، كتحطوا ليهم هادو اللي فيهم ثلاثة في الباكيه. كاين هادو تاع الوليدات، كاين هاد اللون تاع البنيتات، راه كاين اشكال والالوان الاختيارات كيبقى لكم. الثمن ديالهم 3 اورو 69. وجابوا اليوم هاد الاكسسوارات اللي عندهم العلاقه مع الاحتفالات، ولكن كاين شي حوايج ما كيوحيش على الاحتفالات بحال هادو، هاد الاكسسوارات نتاع الشعر، هذا ما غاديش يوحي حيت هادو راه باينين معروفين الشيء تاع الاكسسوارات اللي الثمن ديالهم اورو 29 سنت. وكاين هنايا حتى الحلقات، ما كاينش هنايا شي حلقات قدروا هكا بلا ما الواحد يشوف كيبان، لا هادشي غير تاع الاحتفالات حتى هما. واما في الجهه نتاع الحلويات، راح تجابوا هاد الشكلاط، كاينه هادي اللي فيها الكراميل فهي كبيره، هادي نتاع البندق، وهادي نتاع الشكلاط العاديه، الثمن ديالها اورو 99 سنت. وراهم رجعوا تاني هاد تشيبس اللي هو مختص في الشكلاط، هذا زوين حتى تقدروا تزينوا به بحال هكا شي تورته اولا شي كيكه، الثمن ديال اورو 49 سنت. وراهم دخلوا حتى هاد البسكويت، هادي كتعجبني انا، كتعجبني هادي، ملي كيقرب هكا الاحتفالات كيدخلوها هنايا في اكسيو وفي جميع البلايص. وهادي اللي فيها زوين فهي حلال كما كتعرفوا، حيت اصلا هذا راه هو غير صابلي بوتا كيكسن
كاين فيهم اشكال مختلفه اللي الثمن ديالهم 2.79 €. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم اكسيو. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.